دورة مراكش للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، محطة مهمة للمساهمة في النقاش العالمي حول حقوق الإنسان، وموعد لاستعراض التجربة الحقوقية المغربية وإثرائها بتجارب دولية مع الوقوف عليها عن قرب من قبل الفاعلين الحقوقيين وآلية الأمم المتحدة. فعلى مدى 4 أيام سيفتح حوالي 200 فضاء بالمدينة الحمراء أبوابه للنقاش واللقاءات والتكوين، فضلاً عن برمجة 10 أنشطة حول مواضيع متعددة تغطي كافة مجالات حقوق الإنسان. كما سيعرف المنتدى حضور أزيد من 100 دولة ممثلة بفاعلين حقوقيين وجمعويين، إضافة إلى المؤسسات الوطنية والخبراء الجامعيين. يلتئم هنا بمراكش ممثلو العديد من الدول والمنظمات التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان، وأظن أن احتضان المغرب لهذا الملتقى هو حدث هام باعتباره يؤكد التجسيد العملي للتعاون جنوب جنوب. الآن ما يمكن أن يجمع الأمم، يجمع كل الأمم باختلافاتهم، وما يجمعنا أن تكون حضارة إنسانية هي الالتماس بكل حقوق الإنسان. ولما نقول حقوق الإنسان، حقوق جماعية وحقوق المرأة والطفل، حقوق المرأة بالأساس لما نتكلم عن المجتمع العربي أساسية. فرصة لنا بين التبادل وإبراز يعني تجارب ديال المغرب، بحكم أنا كاين مجلس الوطني لحقوق الإنسان، كاين مجموعة من الهيئات اللي هي دستورية، زائد يعني النسيج الجمعوي ديال المنظمات الغير حكومية. ويقدم منتدى مراكش الفرصة لإعداد المنتظم الحقوقي العالمي بشكل جيد لثلاثة مواعيد دولية ستنعقد السنة المقبلة، وهي ندوة بكين زائد 20 حول حقوق الإنسان، وندوة باريس حول المناخ والبيئة والاجتماع الذي سينعقد على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم أهداف الألفية للتنمية، وذلك من خلال تعميق النقاش حول القضايا التي سبق أن طرحتها هذه اللقاءات الدولية ذات البعد الحقوقي ورصد التحديات المستقبلية. وبالإضافة إلى تكريس انفتاح المغرب على الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تسعى دورة مراكش إلى تعزيز ما أسست له دورة برازيليا بإعطاء بعد عالمي لمناقشة حقوق الإنسان من خلال بلورة اقتراحات ستكون بمثابة رصيد جديد يخدم هذا التوجه الجنوبي.